وسنبدأ هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام على وجوب اتباع السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم. والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وسموا بالسلف لأنهم سبقونا، وسموا صالحين لأن الله عز وجل زكاهم في كتابه وأثنى عليهم، وزكاهم وأثنى عليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، فكانوا سلفاً صالحين وجب علينا اتباعهم. سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى وجب علينا اتباعهم سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف مما يدل على وجوب اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك يا عباد الله لأن الكتاب والسنة لا يفهم إلا بفهم السلف، لأن أفهام الناس كثيرة ومختلفة، فلو أن كل واحد سيفهم من القرآن والسنة ما تبادر إلى ذهنه مباشرة وما أملاه عليه فكره وهواه فإنه سيضل ولا بد. ولكن الكتاب والسنة لا يفهم مجرداً، وإنما يفهم بفهم السلف الصالح. فأما الأدلة من القرآن فقوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قول اليهود والنصارى وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني فإن آمن اليهود والنصارى بمثل ما آمن المؤمنون، والمؤمنون المراد بهم أوليا هم الصحابة لأنهم المخاطبون في وقت التنزيل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدل على أن الإيمان بغير ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم يكون ضلالاً والعياذ بالله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. والدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، والمؤمنون الداخلون أوليا في هذه لا يهم الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من اتباعهم فيما وافقوا فيه الحق، والحق جملة لا يخرج عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال والذين اتبعوهم، فدل على أن اتباع الصحابة سبب لنيل هذه الفضيلة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. وأما من السنة فالأدلة كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف وكثرة الاختلاف بالرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أولى بالاتباع من غيرهم من الصحابة. ومما يدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حديث الافتراق، قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فدل هذا الحديث على أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الحق، وأن ما كان عليه غير الصحابة رضي الله عنهم وخالف الصحابة فإنه هو الباطل.
لأن النجاة كل النجاة في اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما من الآثار فما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء عنه أثر عظيم، وهو قوله رضي الله عنه وأرضاه: من كان مسنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم على الهدى المستقيم. وهذا لا شك أنه كلام عظيم وأمر من هذا الصحابي الجليل الذي شبه كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد المرء أحياناً يفرق بين كلام هذا الصحابي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان أشد اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد شبهاً به في كلامه صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن السلف فما جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، وهو من أكابر التابعين، حيث كان في مجلس وذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أولئك أفضل الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فوافق كلام الحسن كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: تشبهوا بطرقهم وأخلاقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. فكلام الحسن رضي الله عنه ورحمه أشبه بكلام عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل. وأيضا جاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، والأوزاعي هو إمام أهل الشام في زمانه، وقد أدرك أتباع التابعين، فقد وصى بوصية عظيمة، قال رحمه الله تعالى: أصبر على السنة وقف حيث وقف القوم، يعني السلف والصحابة رضي الله عنهم، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وأيضا قال رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، ودع آراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأثار سلف الأمة في وجوب اتباع السلف الصالح، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله ثم القرون المفضلة الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. والأدلة أكثر مما ذكرنا، ولكن هذه إشارة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يقبضنا على التوحيد والسنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.